متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم. حديثنا اليوم: هل يمكن لغسل المهبل بالماء الساخن بعد الجماع أن يمنع الحمل؟ تحرص بعض النساء على غسل المهبل جيدا بالماء الساخن بعد ممارسة العلاقة، وذلك لاعتقادهن أن حرارة المياه العالية قد تساعد على قتل الحيوانات مما يساهم في منع الحمل. كل الاعتقادات التي تقول أن الاغتسال بعد إتمام العلاقة يمنع الحمل هي خاطئة، فالماء يساعد على إزالة السائل من المناطق الخارجية من المهبل، لكنه لا يؤثر مطلقاً وبأي شكل على منع حدوث التلقيح في حال وصول الحيوانات إلى الرحم وبالتالي حدوث الحمل. ومن الناحية العلمية، لا يساعد غسل المهبل بالماء الساخن بعد الجماع سواء عن طريق الاستحمام به أو ملء الحوض في منع الحمل، لأن الحيوانات تتحرك بسرعة نحو البويضة لتخصيبها، ووجد أن الماء الساخن لا يمكنه الوصول إلى الرحم، بالإضافة إلى أن الحرارة المطلوبة لقتل الحيوانات يجب أن تكون عالية لدرجة قد تعرض المرأة لبعض الأضرار. إذ تشمل أضرار غسل المهبل بالماء الساخن التهابات مهبلية نتيجة لحدوث اختلال في التوازن البكتيري بالمهبل، وحدوث جفاف والذي يتسبب في شعور المرأة بآلام أثناء الجماع. كذلك يسبب الحكة والتي يمكن أن تؤدي للإصابة بالإكزيما. وتعريض منطقة المهبل للماء الساخن بشكل متكرر قد يؤدي إلى زيادة الحساسية، إذ قد تصبح الأنسجة أكثر عرضة للتهيج من الصابون أو المنظفات وغيرها من المنتجات المستخدمة مع الماء الساخن، وهذه الحساسية المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى الاحمرار. ولكن إذا كنت واحدة من هؤلاء النساء التي ما زلن يرغبن في تنظيف المهبل، تجنب استخدام الماء الساخن واستخدام أي صابون عطر الذي يحتوي على مواد كيميائية. أيضا تجنب تعطير المنطقة أو تركها بعد غسلها بدون تجفيف، الأمر الذي يجعلها عرضة لنمو الجراثيم.